كما أسلفت الذكرى في العناوين في الصفحة الخاصة بعيد الأضحى، أكباش العيد تدخل دخولا رسميا عالم تطبيقات التراسل المرئي الفوري. اقتناء أضحية عبر بث حي مباشر بات ممكنا، واليوم نجوم في أسواق الأضاحي عن بعد تقاس الجودة، عن بعد أيضا يحدد السعر. يونس رفيق في ريبورتاج محمد ماجري. إن هذا نشوف لك جوج صغار ياك. دابا 3 سنين واقيلا كاع. صافي خديتي اخويا. تم البيع بالتراضي بعدما عاين هذا المشتري أضحيته عن بعد دون تكبد عناء التنقل. بنقرة واحدة تم التراسل المرئي بشكل مباشر، الأمر بات أكثر سهولة من خلال توفر مجموعة من التطبيقات والمواقع المخصصة لهذا الغرض. أول حاجة خويا بعد الوقت ديالي ما كنضيعوش، هما كيتكلفوا لي به. ثاني حاجة الثقة. ثالث حاجة الجودة. وكيجيبوا لك حتى للدار. وداكشي اللي كيقولك به كتلقاه. فريد المزابي المشرف على ضيعة لبيع الأضاحي بمنطقة البهالة بإقليم سطات يقدم خدمة بيع الأغنام عبر منصة الجمعية الوطنية للأغنام والماعز، منصة استطاع من خلالها بيع حوالي 60% من القطيع المتوفر لديه. دابا عندي انا 50% 60% ديال الحولي كنبيعها بهذه الطريقه، اختاريناها على حسب دابا كتسهل على المواطن ولا علينا حنا، كاين اللي ما عندوش الوقت، كاين اللي عايش برا ما عندوش الوقت باش يجي، كاين اللي خدام، كتصور ليه كتقدم على داك الحولي كيشوفوا كتنيغوسي حتى وياه الله يسخر، ملي ولا الاقبال كثير في الدار منا كنخليو باين في الدار، منا كتبقى مرتاحه، منا ما كديبلاصاش الغنم. انتهى يوم حافل بصفقات بيع الاضاحي على تقاسيم فريد، تبدو علامات الرضا، وفي انتظار يوم جديد عديد الطلبات تنتظر لشراء أضحية العيد.